الآن مشاهدينا موعدنا مع شباك التكنولوجيا، واليوم نناقش نجاح علماء في جامعة نيوكاسل البريطانية بطباعة أول قرنية عين باستخدام طابعة رباعية الأبعاد، خطوة جديدة تمثل بارقة أمل لنحو 10 ملايين شخص في العالم يحتاجون لزراعة قرنية. نتابع. هذه القرنية البشرية هي ابتكار جديد، قرنية تنتجها طابعة رباعية الأبعاد، يؤمل في أن يستخدم نسيجها قريبا في إنتاج قرنيات لفاقدي البصر. هذه المريضة فقدت رؤيتها بالكامل، ونتيجة لذلك كانت بحاجة إلى عملية زرع قرنية أخرى، وهذا ما فعلناه اليوم. لكنها مصابة باعتلال عدسة العين، فأزلناها ووضعناها في عدسة داخل العين مثل ما نفعل مع أي عملية أخرى للمياه البيضاء. لكن الغرض الرئيسي من العملية هو استبدال القرنية التي تضررت بقرنية مطبوعة. تبدأ العملية بتشكيل مادة هلامية مصنوعة من الخلايا الجذعية البشرية، تطبع ب10 دقائق فقط، ثم تترك لفترة زمنية حتى تتشكل القرنية. نبدأ أولا بنسيج عادي مسطح مصنوع من خليط من الهلاميات المائية والخلايا، ثم مع مرور الوقت على مدى 5 أيام بعض الخلايا تتقلص على المحيط الخارجي، أما التي في المركز فلا تتقلص، وبالتالي تنتج أنسجة مقوسة بشكل القرنية الحقيقي. تجارب عدة مرت وستمر بها هذه القرنية الجديدة للتأكد من سلامتها، قد تفتح الباب أمام ثورة جديدة في صناعة الأنسجة البشرية، معطية الأمل لأكثر من 10 ملايين شخص ليروا النور. ولتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الزميلة سلمى ناصر وتخبرنا أكثر. أهلا بك يا سلمى، مساء النور. أهلا أحمد. يعني طباعة رباعية الأبعاد، صحيح. كنا نتحدث سابقا عن ثلاثية الأبعاد، يعني التطور مستمر وهذه التقنية أكثر فأكثر، لكن عملية الطباعة كيف تتم؟ كيف تجري؟ تمام. أول شيء مثل نور، مبدئيا هلا الطباعة هي نوع جديد من الطباعة، زي ما أنت ذكرت ثلاثية الأبعاد، رباعية الأبعاد وليس ثلاثية الأبعاد، ولكن خلينا نحكي القرنية هي عشان نوضح للناس، هي المادة اللي بتكون الشفافة الخارجية تكون على سطح العين، وهي بتساعد على تركيز الرؤية، من دونها بصير في مشاكل في الرؤية للناس، ممكن يؤدي أحيانا للعمى، طبعا الناس ممكن يولدوا عندهم مشاكل أو ممكن يصير عندهم تلف عن طريق عدوى. الطباعة كيف بتصير؟ انهم بيستخدموا طابعة رباعية الابعاد، بيستخدموا مادة هلامية مصنوعة من الكولاجين والخلايا الجذعية البشرية، هاي يتم وضعها عن طريق الطابعة رباعية الابعاد، تطبع خلال 10 دقائق، بعد 10 دقائق توضع في المختبر. خلايا الجذعية البشرية تستعمر هاي المادة خلال مدة قصها 5 أيام. الشكل اللي بنتج عندي دائرتين متحدتين المركز، ولكن كل واحدة من مادة، واحدة من الكولاجين وواحدة من خلايا الجذعية البشرية. طبعا الخلايا هي تسيطر على كل هاي الدائرتين، ولكن الاختلاف انهم كل واحدة مصنوعة من مادة مختلفة، فالمادة الخارجية بتنكمش أسرع من المادة الداخلية وبتعطيني الشكل المقعر للعين. فهي كانت هاي الفكرة، الابتكار الجديد اللي صار معهم، انهم يقدروا يصنعوا أنسجة نامية بالمختبر، يعطوها هم البذرة وبعدين يتنمو بذاتها. لكن احنا كنا كما ذكرت كنا نسمع بأنه هناك بعض الأعضاء يتم عن طريق ثلاثية الأبعاد، صحيح. فقط للتذكير هذه أول قرنية رباعية الأبعاد، رباعية الأبعاد. طيب الأكيد بأن لهذه التقنية أهمية، يعني يمكن كبيرة جدا، صحيح. هذه الأهمية ما هي؟ أول شيء أهمية أنها بتعطيك حل لمشاكل العمى، يعني ناس عندنا تقريبا ما ذكرنا سابقا عندك 10 ملايين شخص عندهم مشاكل في البصر، تصل من مشاكل الخفيفه الى العمى. هذول الاطباء كان عندهم احيانا عجز كثير انهم يقدروا يعطوهم حلول، لانه ما في عندك ثقافه التبرع بالقرنيه العين، صحيح. خصوصا انه في ناس عددها قليل جدا تتبرع بالقرنيه، لذلك مش كل الاشخاص بيقدروا يتبرعوا بالقرنيه، يعني هذه تعطي فرصه ايضا للاشخاص، صحيح. بانه
لا يوصلوا إلى مرحلة العمى، فقدان تمام البصر. تمام صحيح؟ صحيح. إنه الناس ممكن هاي المشكلة، حتى الناس اللي عندهم مشاكل خفيفة في البصر هاي بتساعدهم على تقوي البصر. فأنت بتحل مشكلة جذرية من أساسها، وبتمنع مشكلة تصير. خصوصا مثل ما ذكرنا انه في ناس كثير ما بيقدروا يتبرعوا بقرنيتهم لانه صحيح بيكون معمول عمليات. غير هيك هذا هم الباب ضعاف البصر بالاخر، صحيح عندهم مشاكل تماما يعني ممكن تكون صحيح. غير هيك هذا الباب لو فعلا نجح هو بيفتح لك باب اخر من زراعه الانسجه الناميه يعني. بالمخ. هذا كنت بدي اقول لك عليه، انه الموضوع هو ليس موضوع فقط قرنيه، لا لكن صحيح. هو يعني هذا يفتح ويمكن ابواب يفتح اخرى باب واسع لموضوع تماما. زراعه الاعضاء، وحتى تماما. موضوع الحصول عن طريق الطباعات طبعا الثلاثية الخير. أو حتى الرباعية الأبعاد. مزبوط. طيب، دائما لكل اكتشاف جديد أو لكل تطور جديد هناك دائما يقال صعوبات وتحديات ممكن يواجهها، صحيح، إن كان في المستقبل أو حتى حاليا. صحيح. ما هي هذه التحديات؟ هلا التحديات اللي ممكن تواجه هاي التقنية، أو خلينا نحكي إنه هم حتى الآن علماء فخورين جدا بالتقنية الموجودة، إنهم قدروا يطلعوا بمادة متماسكة ولكن نفس الوقت لينة تقدر تتحمل ضغط العين. فهي المادة اللي طلعت معهم هي مادة فعلا ممكن تزرع على عين حقيقية. بس التحدي اللي ممكن يواجهها هاي التقنية والتقنيات غيرها هي مثل أي تحدي، أنت بتزرع عضو جديد في جسم الإنسان فممكن جدا جسمك يرفضه. ليش؟ لأنه أنت مثلا طبعا هاي تختلف من جسم لآخر، مثل نعم. مثلا زراعة الكلى أو زراعة الكبد الجسم ممكن يرفضها. الرفض بيصير عاده بهذا التقنيه مش اول يوم بعد العمليه، خلال اول عامين ممكن الجسم باي وقت يرفض القرنيه. حتى بعد عامين يعني صحيح. ممكن المشاكل تكون او حتى هذا تمام. الرفض ياتي بعد مده طويله يعني. هذا صحيح. ممكن يسبب مشكله اكبر بعد المستقبل لانه هو نقع في حل او مشكله جديده. صحيح. هي مش مشكله جديده، هو معروف انه الاشخاص اللي بيعملوا زراعه لازم كل 3 شهور يعملوا كشف عند الدكتور عشان يتاكدوا انه الجسم متقبله قبلانه. لو صار عم يترفض طبعا حيبين معه مباشره، ولكن الريسك في هذا الموضوع انه في اول عامين في العمليه الجسم ممكن يرفضه. طيب. فعشان هيك تحتاج تجارب عده جدا في هذا الموضوع. هل هناك اي تحديات اخرى ممكن تواجهها هذه التقنيه، مثلا تمويليا، ماديا، تكلفه؟ هل كان هناك حديث عن موضوع التكلفه ام لا؟ لا، بالنسبه للتكلفه هي فعليا التكلفه بتاعتها جدا بسيطه، وهذا اللي خلاها مبشره، لانها مصنوعه من كولاجين ومواد غذائيه بشريه. يعني انت بياخذ الجزء من جسمك وبحط معها كولاجين وبتركها بالمختبر، فهي بتكون ماده منك انت ولكن تترك بالمختبر لمده يعني 5 ايام. حتكون بدي اقول لك يا هذه النقطه، انه لما يكون هناك خلايا جذعيه من الشخص نفسه، صحيح، عمليه الرفض يعني يمكن هناك البعض يسال انه كيف ممكن يكون في رفض، وخاصة أنه الخلايا من الشخص نفسه. تمام. يعني لا أعرف كيف أنه ممكن صحيح. يكون هناك هذا الرفض، وخاصة بأنه موجود نفس هذه الخلايا. الرفض بيصير أنه الجسم بعد ما تدمج هاي المادة، هي مش خلايا جذعية نقية لحالها، هم بحطوها بالكولاجين مواد هلامية وبحطوها بالمختبر، فممكن نفسها تتحور. يعني الخلية نفسك، خليتك أنت نفسها تصير نعم. خلية أخرى مشابهة لها، فالجسم ما يقدر يتعرف عليها. صحيح. لكن على الأكيد يعني في أنه في المستقبل، ولكن نسب الرفض قليلة طبعا مقارنة بأجزاء بيجي، لكن يعني هي موجودة أخرى. يعني والفكرة أنه هذه كله قابل للتطور يعني. صحيح. هذه مبدئيا، ومع المستقبل حيكون هناك أمور أكيد. أخرى، والأكيد بأنه التقنية